محمد سعيد سليمان صاحب كراج 90. في نظام الكراج او انشاء الكراج كمل سنتين حتى تاريخ اليوم. الحمد لله. يعني نسعى دائما تطور اكثر. الحمد لله الحمد لله كل حال. ميكانيكا تقريبا اكثر من 22 او 20 سنه بمارسها بصفه عامه في سياراتي هواياتي. يعني احنا فينا الحمد لله في الدم هاي الموضوع. هوايه بالضبط بالضبط صحيح. الانطلاقه كانت فكره ودعاء الوالد والوالدة ومساندتهم لي. ف كباب رزق جديد لي بعد وظيفتي، لأن كنت شغال في وظيفة وطلعت وانشأت الكراج. الحمد لله الحمد لله. خلينا هلا نحكي عن الاسم، يعني كيف كانت، يعني ليش هالاسم 90؟ 90 احنا متخصصين في سيارة الجي ام، فاحنا في وقت تسمية الكراج كنا يعني ممكن نسميه على حجم ماكينة، كمثال 62 او مثلا في حجم ماكينة 60. فبعدين انا وصاحب الكراج الاستاذ حمد فسميناه 90 على ميلاده، هو مواليد 1990 فسميناه 90. شفناه اسم جميل، يعني اسم ممتاز الحمد لله، ومشينا على الاسم الحمد لله. ما شاء الله الله يبارك. الحمد لله. يعني صحيح احنا متخصصين في السيارات الامريكيه بصفه عامه، الجي ام، في منها الشفرليت، في منها الجي ام اللي هي الجيمس، في منها الكادلك. يعني بنسبه اكثر من 80% هاي يعني متخصصين فيها، وخصوصا السيارات اللي هي 4x4. السيارات الصغيرة شغالين فيها، بس بصفة عامة التخصص دائما في الجي ام. فخدماتنا في المكاين، في الجيور، في سيرفيس كامل. حتى الحين من جديد اشتغلنا على الصبغ ان شاء الله الحمد لله، ونطمح ان شاء الله يعني كل ما فينا نوسع في المجال ان شاء الله باذن الله. كيف عم تشوف هالجراج في السنوات القادمة؟ ان شاء الله يعني نطمح ان نكون من العشر المراكز الاولى ان شاء الله. اكيد راح يكون عندكم افرع ثانيه في الداخل ان شاء الله. انا ناوي اوسع ان شاء الله، ناوي افتح افرع في الشمال في الجنوب، فالحين هو الفرع الرئيسي اللي هو في الصناعيه، فان شاء الله ناويين نوسع فروع ثانيه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا رب التوفيق لك. يا مرحبا. فهل لكم هلا مشاريع عم تشتغلوا عليها؟ يعني في توسعه ان شاء الله، في توسعة، في هنوسع إن شاء الله في قطع الغيار، وناويين نفتح فرع ثاني إن شاء الله صوب الشمال بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. وفي توسعة داخل الكراج إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله يا رب. هو طبعا منافسة في السوق ككراجات كبيرة بالنسبة للأسعار، بالنسبة للخدمات، كل كراج بيطمح إنه يكون الأفضل، وحتى الأفضل في الأسعار والأفضل في الأداء. فاحنا يعني الأسعار متقاربة يعني من كراج لكراج، بنحاول تكون الأداء الكراج مميز، خدمة ما بعد الاستلام، يعني العميل يستلم سيارته يكون في خدمة ما بعد الاستلام، مش يعني يستلم سيارته يرجع، لا، في خدمة ما بعد الصيانة إن شاء الله. يعني انتم بتركزوا على الجوده اكثر؟ الجوده اكثر والامانه. مش كل عميل هيجيني هو فاهم في السياره، لازم اكون امين معه، لازم الا في حاله رغبه العميل. في مثلا ممكن يشتغل في اشياء في السياره خارج، مثلا تكون مثلا حالتها
حالتها مثلا 50% او 80%، لا بدل مره واحده، فهاي بيكون طبعا برضا العميل ورغبته. صح، فكيف عم تشوف المنافسه هلا؟ منافسة في منافسة بس منافسة طيبة يعني الحمد لله، يعني في اخوان، يعني انا ممكن تجيني سيارات مش تخصصي ابعثها لكراج زميل لإلي، ونفس الشيء زميل لإلي ممكن يجي عندي، فهي المنافسة موجودة بس يعني إيجابية الحمد لله. بشكرهم اكيد، اكثر الشكر عندي الوالده الله يرحمها، يعني كانت من اكثر الناس اللي سانديني ودعاها الي، طبعا الوالده والوالد اخواني طبعا، والحمد لله على كل حال الاهل الحمد لله، ووصلنا لمرحله جميله جدا الحمد لله يا رب الحمد لله. اليوم اكيد اكبر رساله شكر للامير الوالد الشيخ حمد بن خليفه، الامير سمو الامير الشيخ تميم، وطبعا الحكومه طبعا تسهيل الاجراءات، الحين كل شيء الحمد لله كل شيء الكتروني صار عن طريق الموبايل بنسبه 90% من الاجراءات. صح، الرقم سهلت كل شيء بالضبط، يعني في اجراءات معينه بتصير لازم حضور سواء المالك او سواء المدير، بس معظم الاجراءات الحمد لله صارت الكترونيه الحمد لله، وفي امن وامان طبعا، احنا الامن والامان هاي بنشكر في كل الجهات الامنيه والجهات المعنيه الحمد لله. صح، ومن دون ما ننسى انه قطر امن بلد بالضبط الأمن. بالضبط فيها امان، يعني طريقه يعني الحمد لله، يعني بالضبط بالضبط الحمد لله، والله يديم امراء البلاد ان شاء الله. بالضبط بالضبط. فقبل ما نختم الحلقه سيد محمد، بس حابين نعرف موقعكم وكيفيه التواصل معكم. موقعنا طبعا احنا موجود في الجوجل ماب كراج 90، وفي في شارع الوكالات اول كراج في شارع 15 كراج العزاويه، فيعني موقع ما بيضيع نهائيا، يعني اي حد هيكتب 90 او شارع وصول على طول، اول كراج في شارع 15 من شارع الوكالات، احنا اول كراج الحمد لله يا رب باذن الله. فاعزائي المشاهدين سوف تظهر ارقام ومواقع الخاصه للشركه اسفل الشاشه. شكرا لاستضافتك يا مرحب. يا مرحب، حياكم الله، لدعمك السخي لبرنامج، حياكم الله.